وإذا بدنا نحكي عن الفنون، الموسيقى بتحتل أعلى المراكز، خصوصي إذا كان فريق كبير من 80 عضو بيعزفوا بغنوا بأبدعوا تحت قيادة مؤسس هالفرقة بعد سنين من التعب. ورح نعرف أكثر وأكثر عن أندرجراوند فيستا، هالفريق اللي هو مؤسسه وصاحبه الفنان المميز إلي عقيقي. إلي، أوقات يعني في ناس بيشوفوك بقولوا كان لازم يكون ممثل. اف إيه؟ مين بيقولها؟ في ناس كتير بيقولوا لا ما بدي ما بتحب التمثيل ما بدي، إلا إذا في منتجين بعد هيك مثل ما عم بي على كل حال شكله كاركتير يعني. لا عن جد عن جد إنه كاركتير أكيد. خبرنا شوي عن الـ عن الـ عن هالفريق الكبير، فخبرنا عن تعبك وعذابك اللي وصلت لهون ومناضلتك، يعني انت مناضل يا إلي. حلو. لا مش هالقد، هي الاندرجراوند فكرة جديدة. أصعب شيء انك توصل للعالم فكرة جديدة، خصوصي بمخصه يعني نحن منتناقض شوي مع التراث، القصص يلي كتير تراديشنال يعني لبنانية، خصوصا انه الاندرجراوند تعمل انترنس عرسان. يعني فاتت بالعرض بانترنس العرسانية اللي كلهم بيعرفوها انه لا بتكون عادة زفة عربي. زفة تعذبنا كتير لوصلنا الفكرة، يعني اخذت بحدود السنتين. بعد هيدول السنتين جوهرت الاندرجراوند وصارت بهيدا العدد وبهيدا البرفورمنس. نحن يعني رحنا من فترة وشفنا هالفريق شو بيعمل، بس لما بده يكون في عندك فريق كبير بهالهضامة وبهالإبداع، يعني ما بتحتار تقول مين أهضم من التاني، وجوده على المسرح عم يتفاعلوا الموسيقى، بس معقول تسمي المكان 13؟ أنا بس في رايح على إنه 13 في ناس بتشيقة من الرقم، ليه اخترت هالمكان اللي بغنوا فيه اللي عم تقدموا هالإبداعية؟ هي بس خليني أطلع معك شوي شوي، هي بلشت الفكرة بالأندرجراوند وصار في باندات تانية حدا مثل موسيقى لوكو لاتينو لوكو، لا فتحنا المحل يلي اسمه 13، وهونيك كمان في الاندر جراوند وفي الباندات التانية يلي بتشتغل، وكلهم بيمرقوا كلهم بيمرقوا بال 13. اسمه 13 لانه نحن قبل ما كان عنا محل، كان عنا فرقة. هيدي الفرقة اشتغلت بمحلات بلبنان، بيناتهم محل واحد عملنا عنده 13 حفلة. أما ما دفعلنا 13 حفلة، قررنا ما نتخانق معه كتير، عملنا CD سميناه 13. نجح CD كتير وضرب وبدك ترجع، يعني بدنا نرجع على النايت لايف، بدنا نرجع نشتغل. أم فتحنا محل سميناه 13 وسائب هيدا الرقم يلي هو ما بتشوف فيه وين مكان، يعني ما بتشوف 13 في عالم بتشاقوا منه أكيد، وفي عالم كتير بيحبوه. ما بتشوف 13 بالأسانسور بينما عنا في ما بتشوف 13 صار رقم حلو بالغواخر بالأوتيلات، في عالم يعني بتفوت يمكن واحد فوت متشام أول شيء بس بيدار كتير مبسوط 100%. هذا كتير مهم. كتير فوق الطبيعة بيدار مبسوط. قديش تعذبت لعمل هيدا، واليوم شو عم بيطمح بعد إلي أكتر؟ نعرف صار عندك استوديو للتسجيل، الله يزيدك، شو بتطمح بعد أكتر من هيك إلي؟ هلأ كل التركيز على الإنتاج الجديد. نعم، بدنا نرجع ننتج أغاني جديدة لألنا وللشباب والصبايا اللي بيغنوا بالكلاب 13. بدنا ننزل سديات، يعني فتحنا استوديو، صار عنا الأرضية، عنا المحل يلي فينا نحنا نطلع عن مسرحنا يعني، وعنا الاستوديو يلي نحنا فينا نشتغل فيه اللي هو الاي استوديو. صار فينا نحنا ننتج لحالنا وننزل ونسمع هالعالم الأغاني يلي هن شوي عكس الأغاني الموجودين، بلكي فينا نشد شوي للمستوى اللي كان قبل يعني. إن شاء الله إن شاء الله، وهذا هدف يعني هدف بكون رائع بس جدا. أكيد بده يكون عصري، يعني ما راح يكون أكيد. قديم على الطريقة القديمة، صحيح راح يكون قديم على الفن اللي كان موجود بس بطريقة عصرية توزيع، يعني طريقة عصرية بطريقة جديدة لكن في مستوى بنوعية الأغاني. أكيد إلي، بعد بدك تزيد أعضاء على الفرقة؟ طمني. ما بعرف يعني، بتمنى. أنا بحب كتير، أنا بحب الموسيقية، بس عطول كخيارات نحن بالشركة بناخدها يكون موسيقي محترف، يعني يكون شغلته وعملته هي الموسيقى. طب وبطلت تعزف؟ لا بعدني. بعدك أكيد بعدك، يعني لما بكون في حفلات كبيرة بتكون موجود مش كبيرة حتى، يمكن تكون صغيرة وأنا عطول عبالي ده.
بعدني لهلا بعدك بتحب ايه ما صرت مدير شركه وتكبرت علينا ما رح سي ما بتخيل رح سي هلا مش غلط انه يصير عندك شركه كبيره لا الشركه موجوده بس هي نفسيه انه واحد يوقف يدق او يكفي يدق هي هي يعني بس لا انا بعدني بدق وحيالله فرصه تجيني بالوقت وحفلة بكون أنا موجود شو بتحب إلي تقول كلمة أخيرة قبل ما نختم مع الأندرغراوند فيستا أنا بس بدي وجهك تحية لمدير استوديو مدير الإي استوديو عندي اللي هو جوزيف كيروز فنان مرهف وعطاء موسيقي صحيح. مستديم وبدي كمان أتمنى أنه كل العالم تسمع هالشغل اللي عم نعمله ويشرفونا على الثيرتين يشوفوا شو في باندات شو في افكار جديده خليهم ينبسطوا شوي ويزيحوا شوي عن نشرات الاخبار يلا I'm in